اعتباري وزير القوى العامله في مصر من اكثر الناس المقدرين حتى وحتى قبل ان اكون وزيرا للقوى العامله في مصر. وانا مشكله البطاله مشكله من المشاكل، والبطاله والتشغيل مشكله من المشاكل اللي كانت بتؤرقني وطنيا واقليميا ايضا. انا هبدا حديثي طبعا. اخويا محمد شريف اتكلم وذكر المنتدى العربي وان المنتدى رفع توصياته، وهذه التوصيات اعتمدت من القمه العربيه في الكويت سنه 2009. وحسن وماذا تحقق منها؟ يعني هذا سؤال بطرحه سريعا. انا هبدأ مع حضراتكم كلمتي. انا اسف هطول، يعني قدامي 15 دقيقه تستحملوني فيها. انا هبدأ كلمتي من حوالي شهر ونص. كنت في منتدى ديفوس اللي اتعمل في الاردن. فاللي حصل، انا هحكي الحكايه دي عشان ادلل على المشاكل اللي احنا بنواجهها في العالم. فاللي حصل انه كان الندوه الخاصه اللي اتعملت، هو كان المؤتمر كله معقد تحت التشغيل في الدول الناميه. وكان الندوه الخاصه اللي انا شاركت فيها كان يعني معانا سياده الرئيس مصطفى عبد الجليل من ليبيا، وكان معانا ابراهيم رئيس البنك المركزي، انا هتذكر اسمه انا اسف، وابراهيم الكويتي قال كلمه ظريفه، قال الحلول التقليديه ما عادتش تنفع. هو العالم العربي علشان يخرج من الازمه اللي هو فيها بتاعت البطاله التي يتوقع لها، طبعا انا في خبراء قاعدين وانا في الارقام ضعيف، لكن يمكن الرقم اللي هقوله مش بعيد، بيتوقع لها 100 مليون عاطل على سنة 2020. سنة 2020 في عمر الشعوب يعني بكرة. فكان أستاذ إبراهيم مدير البنك المركزي الكويتي قال إحنا في حاجة إلى خطة زي خطة ماريشال اللي اتعملت في اعقاب الحرب العالميه الثانيه في الدول الاوروبيه بتمويل من الولايات المتحده الامريكيه. وعقب على هذا قائلا واحنا ما عندناش مشكله لانه الاموال اللازمه موجوده في المنطقه. لانه الاموال اللازمه موجوده في المنطقه. والحقيقه مصطفى عبد الجليل وانا شخصيا فرحنا جدا بالكلمه، حتى جلالة الملك حسين، جلالة الملك عبد الله كان بيلقي كلمة في المنتدى، فحتى الفكرة استهوته ورددناها جميعا إلى أن كان هناك الندوة الخاصة الثانية بعدها، وكان مع رئيس الوزراء القطري ومع رئيس المنتدى ديفوس. ففوجئنا بيه بيساله، بيقول له انت عارف اوروبا بتمر بمشكله في الوقت الحالي كبيره من الناحيه الماليه. فقال له طيب والبلاد اللي زيكم ما عندهاش استعداد انها تساعد اوروبا؟ انا بوصف الازمه، بوصف ان احنا يمكن بدانا نفوق في وقت المتغيرات العالمية فيه هتبدأ تأثر على إمكانيات الحلول. لأنه وأنا هتكلم في الموضوع ده بعد شوية كمان، لأنه لو أنا شخصياً الحمد لله ما حلتيش، لكن لو حلتي وفكرت أستثمر فين، يمكن بس بشعور رأسمالي، يمكن بشعور راجل الوطن اللي أنا بمثله أقول أستثمر هنا، لكن لو كان معايا الفلوس يمكن رأيي يتغير. والحقيقه تاني يوم انا كان عندي موعد خاص مع
مدير المنتدى وكان بيسألني مصر محتاجة إيه، فحبيت أرد على ما حدث بالأمس، فقلت له الحقيقة إحنا كنا محتاجين لكن دلوقتي ما عندناش. فقال لي كنتوا محتاجين إيه؟ فقلت له كنا محتاجين تمويل. قال لي طب دلوقتي ما عندكوش فيه؟ قلت له لا، أنا لاحظت إمبارح في الحديث إن أوروبا محتاجة للفلوس، فقلت هي أولى. إحنا من هنا بنطلق إلى الموضوعات اللي عايز أتكلم عليها. التنمية في العالم العربي توصلا إلى التشغيل الكامل ومكافحة البطالة. طبعا ماليش هقول سر ولا هذيع سر لما أقول إنه بيعتمد على عنصرين، رأس المال والبشر. فلما أجي أقول عنصرين في العالم العربي، رأس المال والبشر، اللي هو في سنة 57 في بدايات إنشاء المجلس الاقتصادي العربي قالوا حرية تداول رأس المال، بس وقفوا عند وانتقال الأيدي العاملة، وده أول مؤشر عايز أديه. أنا نفسي إنه طالما إحنا وصلنا للي وصلنا إليه في الوقت الحالي، إنه لما نسمع حديث زي حديثي لا أحكم على بلد دون آخر، جميعنا أخطأ، وأنا هدلل على كده بعد شوية، جميعنا بدون استثناء. الفلانات قذف الاتهامات، لكن نقول انه كان هناك سياسات خاطئه. اولا رؤوس الاموال العربيه في اغلبها استغلت في بلاد غير عربيه، دي نمره واحد. نمره اثنين وترتب عليها طبعا احنا العالم العربي النهارده اصبح بينقسم الى اربع مناطق اقتصاديه، في دول الخليج، في دول شمال افريقيا، في دول المشرق العربي، وبعدين في مجموعه رابعه الاقتصاديين بيصنفوها انها الدول الاقل نموا. احنا ما عندناش كتله اقتصاديه واحده زي سنه 57 واحنا مش مدركين. احنا فات علينا اكتر من نصف قرن من الزمن على ما فتحنا المجلس الاقتصادي العربي، وبالتالي ظروف العالم من حولنا تغيرت وظروفنا واوضاعنا الداخليه تغيرت، لكن سياساتنا واستراتيجياتنا لم تتغير. طبعا العالم العربي لما نتكلم على عنصرين راس المال والايدي العامله، المعروف انه احنا برضه بنقسم الاثنين، البلاد المصدره للايدي العامله والبلاد المستقبله لا، و البلاد المستقبلة هي اللي معها رأس المال. ترتب على استغلال رأس المال إما في هذه البلاد وطبعا أولويات لها احترامها، أو استثمارها في بلاد غير عربية، إنه أثرت بدأت البلاد اللي بيتزايد عدد السكان فيها اللي هي مصدرة للأيدي العاملة، بدأ الفقر يضغط عليها وضغط عليها بالذات، والسياسات الخاطئه مش الفقر بس، يضغط عليها في عمليه التنميه البشريه. فاصيب العرب بالنكسه الثانيه التي تمثلت في استيراد ايدي عامله كمان من خارج المنطقه العربيه. بكده حضراتكم يبقى واضح بالنسبه لنا ان العنصرين الاساسيين المميزين للانتاج والتقدم اصبحوا غير عربيين. الأموال بتستغل خارج المنطقة العربية، والعمالة بتستورد من خارج المنطقة العربية. إحصاء بسيط صغير جدا جدا جدا. في بداية الستينات كانت نسبة الآسيوي إلى العرب 1 إلى 3، والنسبة الآن هي بس بالعكس، وده دليل على انه نحن لم نعطي لفكره التنميه البشريه
اي اولويات، اي اولويات. وبقول نحن انا بتكلم علينا كعالم عربي بجميع انظمته. مين اللي اخطا؟ انا يعني وصلت القناعه بعد فتره طويله من الزمن طبعا، والواحد شباب لازم يعني انا بيستحضر لي كلمه سمعتها في الدفاع عن بعض صور فرنسا سنه 68 وكنت طالب في فرنسا ساعتها. قال لك الراجل المحامي قال للقاضي وهو بيدافع عن العيال اللي كانت عامله ثوره السوربون، قال له سيدي الرئيس ليس له قلب من كان في سن العشرين وليس اشتراكيا، ليس له عقل من وصل الى سن الاربعين وظل اشتراكيا. فهي المساله انه احنا في بدايه حياتنا بنبدا ناخد توجهات ايديولوجيه وسياسيه. النهارده انا ما عادش عندي اي قناعه باي سياسه ولا باي ايديولوجيه. النهارده انا بقول خلونا نشوف المشكله اللي عندنا ايه وازاي تتحل. اذا جه الحل بتاعها من اليمين اهلا وسهلا، اذا جه الحل من اليسار مرحبا. فبس ما نوقفش عند ايديولوجيات لانها بتفرق الناس دون ان تقدم حلول. فلذلك رغم اني كنت في شبابي في الجامعه واول ما كنت مدرس وكده باخوض في مساله مين اللي مخطئ ومين الذي اصاب، فانتهيت الى قناعه بقى لما عجزنا كده، انتهيت الى قناعه ان احنا كلنا اخطانا. ليس فينا يعني من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. النهارده الوضع مختلف تماما الاختلاف. النهارده بدا الربيع العربي زي ما اتكلم عنه محمد شريف. الربيع العربي على فكره لو بدانا نترجمه في تونس اول بلد قامت فيه الثوره، تونس قامت بشاب حرق نفسه لانه مش لاقي شغل. ودي لها رساله كبيره جدا في جلستنا النهارده. واحنا المحللين في مصر كانوا بيتوقعوا وعلى فكره توقعاتهم ما كانتش غلط، ان الثوره المصريه ستكون ثوره جياع. والثوره لما قامت تطالب بمطالب سياسيه دلوقتي انا بعتقد انه في داخلها ثوره الجياع ولكنها لم تظهر. لكن هذا لا يعني ان مصر غير معرضه لهذه الثوره. ما زالت قائمه. نحن لم نحقق، مصر بالذات كمثال في العالم العربي، احنا حققنا اعلى معدلات في التنميه. احنا وصلنا في سنه من السنين الى معدل تنميه 6.9 7. لكن السؤال كان كيفيه التوزيع. كيفيه التوزيع. التوزيع غير العادل. وعشان كده الحديث كله في هذه الثورات التي قامت هي عن العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه لو حبيت حضراتكم انا اترجمها ابدا اقول بان كل واحد يستطيع ان يجد عملا يضمن له حياه كريمه. ده بالنسبه لي العداله الاجتماعيه. حياه كريمه. طبعا بما تتطلبه هذا العمل زي ما بيطلق عليه منظمه العمل الدوليه بتقول عليه العمل اللائق. اللائق بالانسانيه، اللائق بالانسان. من الواضح انه زي ما قلت لحضراتكم انه في عوائق امام تحقيق هذه العداله الاجتماعيه اتكلم عنها الاستاذ محمد شريف، مش هعرف عندها كتير لانه دي كانت احد المعارك اللي انا خضتها وانا وزير قوى عامله، وهي الحريات النقابيه في العالم العربي والمفاوضه الجماعيه. العالم العربي في اغلبه لا يتمتع بالحريات النقابيه. ولا حديث عن عدالة اجتماعية دون الحديث عن الحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي. الحمد لله انا بعتقد ان احنا يعني من الدول
العربية اللي بعد تونس، لأن تونس طول عمرها عندها التعدد النقابي وعندها المفوضى الجماعية. إحنا مصر بدأت على هذا الطريق، لأنه أولاً أطلقنا الحملات النقابية في عقاب ثورة 25 يناير، والرحلة قاربت على الانتهاء، لأنه صدر من مجلس الوزراء في آخر جلسة، الجلسة قبل الأخيرة له، صدر قانون الحريات النقابية ومعروض على المجلس العسكري لإقراره في صورة التشريع. وحتى بغض النظر عن الناحية التشريعية، النهاردة مصر فيها ثلاث اتحادات عمالية: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، والاتحاد العام المصري الجديد. وطبعا مش هخوض في مشكلة تانية يمكن يبقى لها مجال آخر نتكلم فيه، ما بدا مشكلة التعدد والوحدة، دي مسألة تانية. أنا عايز أختتم حديثي مع حضراتكم بأن أرد على متطلبات التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل. الحقيقة الدراسة اللي معمولة من منظمة العمل العربية، وأنا اطلعت عليها وقريتها مرتين مش مرة واحدة، ما فيهاش ما يضاف. فعشان كده تسأل طب أمال إيه اللي ناقصها؟ فأرد عليك وأقول لك ناقصها الإرادة السياسية. لازم نبقى واضحين تماما كده، هل عندنا إرادة سياسية ولا لا؟ الإرادة السياسية ترجمت، يعني معرفش، ممكن ترجمتها أعلى من القمة العربية في إيه؟ أعلى من القمة العربية في إيه؟ ودي مشكلة أساسية من مشاكلنا، أننا نتخذ قرارات دون التفعيل. لكن الوضع اللي فيه العالم العربي الآن لازم يجبر على التفعيل. وكلمة قلتها في إحدى المنتديات، يعني مش عايز اكررها لانها اغضبت، بقول لهم انه الناس بتتكلم على الربيع العربي، حبذا لو لحقنا نحقق اهداف الربيع العربي قبل ان ينقلب الى خريف عربي، وطبعا انا مش بتكلم نظري، حضراتكم شايفين احنا عندنا الشارع المصري منقسم قد ايه، وهذا الانقسام نابع من فكرة العدالة الاجتماعية. طيب أنا مش عايز أكرر اللي كتب في التقرير، لكن عايز أتوقف عند ثلاث نقاط. الأول، بدل ما نتكلم في التشغيل، التشغيل هي فرصة عمل عشان تكافح البطالة. إذن لابد من سياسات وتؤكد انه هنتيح للعمال العرب في المنطقه العربيه فرص العمل. هو في عندنا في المنظمه اكثر من اعلام واكثر من اتفاق يقول التشغيل الوطني فالعربي فالاجنبي، فاعتقد انه ده مبدا ممكن تفعيله. طبعا في بعض البلاد العربية، خاصة البلاد ذات الاتصال الأقوى بالقارة الأوروبية من العالم العربي، بتقول لك أصل احنا عندنا معاهدات أولوية وشروط تشغيل تفضيل بالنسبة لعمالتنا في هذه الدول، وما نقدرش ند للعرب. طبعا هذا الجزء بالذات احنا درسناه كتير، ممكن جدا ان احنا نعطي اولويه التشغيل للعربي لو قدرنا نعلن ان احنا منطقه اقتصاديه واحده، حتى في ظل اتفاقيه الجات او اتفاقيه التجاره الحره العالميه، لانه الاتفاقيه بتسمح للدول الاعضاء في التجمع الاقتصادي بانها تدي مزايا بعضها البعض. لكن علشان اطبق سياسه الوطني والعربي
والاجنبي لازم نبقى واقعيين. ما نقولش زي ما كانوا بيقولوا اصل احنا اخوات، اصل احنا عرب، اصل احنا من دين واحد، اصل احنا بنتكلم لغه واحده. لا، صاحب راس المال ما يجبش ان احنا نجبره عشان خاطر احنا عرب واخوات وحبايب وندوس بعض انه يفضل واحد عربي على اجنبي اذا كان الاجنبي اكثر كفاءه من العرب. وعشان كده المهمه الثانيه وهي التدريب المهني. لازم نشوف عمليه التنميه البشريه في العالم العربي كله اهملت اهمالا شديدا. اهملت اهمالا شديدا. ويجب ان احنا نعيد النظر وبسرعه في خلال السنوات القادمه في عمليه اعاده بناء القوى البشريه العربيه. الجزء الثالث او النقطه الثالثه والاخيره واللي انا يعني دول هذكرها واترك لحضراتكم التفكير فيها. بلوم ريشال مره ثانيه في العالم العربي. النهارده ما عادش زي زمان. النهارده الثوره هتصيب الجميع. ليس هناك دوله عربيه بمنع عن الثوره. وهذه الثوره وقودها انعدام العداله الاجتماعيه. لازم نعيد توزيع الثروات بين اجزاء العالم العربي وبين ابناء العالم العربي. انا مش بعت ان انا اطول كده، لكن مستعد للاجابه على اي سؤال حد فيكم يطرحه. انا شاكر لكم حسن الاستماع.